نجاوب شوية أسئلة. واحد بيقول مندوب من سكان دير الشايب بالأقصر يطلب المقابلة، قابل نيافة الأنبا يؤنس وقول له اللي انت عايزه وهو هيقول. واحد بيقول ماذا فعلت يا قداسة البابا عند حدوث الزلزال في هذا اليوم؟ ولا حاجة، احنا تعودنا على الحاجات دي وبقت بالنسبة لنا شيء طبيعي يعني. المهم ان في الزلزال قلبك يكون ثابت من جوه ما يتزلزلش، وخصوصا الزلازل البسيطة اللي زي دي. بس هو كل ما في الحكاية انها كترت، ما بقتش زي زمان. زمان ما كناش نسمع عن الزلزال الا في كتب الجغرافيا او حاجات زي دي، دلوقتي بقت شيء طبيعي. المسيح بيقول انها تكون في اواخر الايام في زلازل، دي حاجات بسيطة. واحد بيقول احيانا تنتابني حالات خوف من اشكال الشيطان دون اي سبب، وعندما اجلس وحدي في اي مكان وهذا يسبب لي متاعب كثيرة، وفي المذاكرة وقراءة الانجيل وصلاة الاجبية والنوم الى اخره. عايز اقول لكم كلمة لطيفة جدا موجودة في كورنثوس الأولى إصحاح 10، بيقول ربنا لا يجربكم فوق ما تطيقون، ربنا لا يجربكم فوق ما تطيقون. فربنا ما يسمحش بأن الشيطان يجربك في حاجة إلا لو كنت أنت قدها، لو ما تستحملهاش ربنا ما يسمحش بيها. يعني مثلا ربنا سمح ان الشيطان يظهر باشكال مخيفة للقديس الانبا انطونيوس، لان القديس الانبا انطونيوس كان يحتمل دي، لو ما كانش يحتمل ما كانش ربنا سمح للشيطان ان يظهر. فما تخافش، مش ممكن ربنا هيسمح للشيطان انه يظهر لك بشيء بشكل مخيف الا لو كنت انت قوي القلب ويعرف ان دي ما تتعبكش. في كتاب حياة الانبا انطونيوس تأليف القديس اثناسيوس الرسولي في مقالة كبيرة للقديس الانبا انطونيوس عن ضعف الشياطين، ضعف الشياطين يعني الشياطين مش بالقوة اللي تفتكروها. واحد بيقول انا من سوهاج وأتممت دراسات إعداد خدام من فترة قريبة، قل لي قداستكم كلمة منفعة قصيرة عن ممارسة الخدمة الحقيقية. أنا طلعت لكم ثلاث كتب عن الخدمة الروحية والخادم الروحي، يعني النصيحة اللي أقولها لك اقرأ الثلاث كتب دول وهتلاقي فيها كلام كتير جداً، غالبيتها محاضرات في فصول اعداد الخدام كنا بنقيمها لخدام القاهرة.
واحد بيقول ما وجه اعتراض قداستكم لزيارة المسيحيين للأراضي المقدسة؟ أديك شايف دلوقتي بقت أيدى نار. يعني لو ما كناش نمنحها زمان نمنحها دلوقتي. الناس بس لما ياخدوا الأمور بالإيمان ويصدقوا يبقى أحسن لهم. يبقى أنت لو رحت دلوقتي هتعرف ترجع. ربنا يستر عليك يا ابني. واحد بيقول لماذا خلقنا الله ولماذا نعيش في هذه الحياة الشريرة ولماذا نموت؟ لماذا خلقنا الله؟ نوع من كرم ربنا من جوده من صلاحه انه منح الوجود لغير الموجود. ربنا لم يشأ أن يكون وحده وخلقنا نشاركه في هذا الوجود. وأيضا خلقنا ربنا لكي يعدنا للحياة الأبدية. بيقول لماذا نعيش في هذه الحياة الشريرة؟ أولا مين قال إن هذه الحياة شريرة؟ يعني كان أصول تقول لماذا نعيش في هذه الحياة، لكن مين قال إن احنا نعيش في حياة شريرة؟ ممكن إنك أنت تعيش في هذه الحياة وتكون حياتك بركة ليك وللي حواليك. وإذا وجدت بيئة شريرة فأنت تنتصر عليها بصلتك الطيبة بالله. أنت بتعيش فترة اختبار لإعدادك للحياة الأبدية، وكلما تعيش بطريقة كويسة كلما يكون لك ميراث في ملكوت السماوات. يقول لك لماذا نموت؟ يعني لو عشت تسأل تقول لماذا نعيش، ونموت تقول لماذا نموت. انت تموت ان شاء الله بعد عمر طويل جدا، يعني لكي تنتقل الى حياة افضل. بولس الرسول بيقول لي اشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح ذاك افضل جدا. هقول لك ليه تموت. لانك انت دلوقتي حبيس في الجسد المادي، لكن لما تموت تؤهل في القيامة إلى أن يكون ليك جسد روحاني يستطيع أن يتمتع بالأشياء الروحانية في الأبدية، ما لم تره عين ولم تسمع به أذن ولم يخطر على قلب بشر. لو ما متش هتفضل في هذا الجسد المادي على طول، وتفضل تحت حكم المادة في كل نواحيه كل نواحيه، المادة في الأكل في الشرب في السكن في اللبس في كل حاجة. فالموت بينقل الناس إلى حياة أفضل. ولو ما متش هتفضل لغاية لما تعجز وتعكز وتتعب صحة وعجزا تموت أحسن. ما أقصدش دلوقتي أن أنا ما خدتش بالي. ربنا يطول لنا في عمرك، لكن برضو هتموت. واحد بيقول هل الاختطاف
قبل الضيقة العظيمة أم الضيقة أولا؟ طبعا الضيقة أولا. الاختطاف ده هو آخر حاجة، آخر حاجة. يعني ايه آخر حاجة؟ تقرأ عنه في كورنثوس الأولى 15 وفي تسالونيك الأولى 4. هيحصل ايه؟ يأتي المسيح في مجيئه الثاني، فالموتى يقومون أولا، وبعدين نحن الأحياء الذين على الأرض ساعة مجيء المسيح الثاني نختطف إلى السحاب لملاقاة الرب في الهواء. يبقى الاختطاف ده هيكون في المجيء الثاني، في المجيء الثاني. أقرأ لكم علشان صاحب السؤال يكون واخد باله. شوف بيقول ايه في كورنثوس الاولى 15 من آية 51: هو ذا سر اقوله لكم، لا نرقد كلنا ولكن كلنا نتغير في لحظة في طرفة عين عند البوق الاخير، فإنه سيبوق فيقام الأموات عديمي فساد ونحن نتغير، لأن هذا الفاسد لابد أن يلبس عدم فساد وهذا المائت لابد أن يلبس عدم موت. يعني إيه الكلام؟ في يوحنا إصحاح 5 آية 28 و29، دي حاجات بتتقال في الجناز باستمرار، انجيل الجناز بيكون من يوحنا 5، بيقول ايه؟ يسمع جميع من في القبور صوته، يسمع جميع من في القبور صوته، فيقوم الذين فعلوا الصالحات الى قيامة الابرار والذين فعلوا السيئات الى قيامة الدينون. امتى يسمعوا صوته؟ في المجيء الثاني، في المجيء الثاني. لما يبتدي يقوم الاموات مش هيقوموا بالجسد المادي ده، هو اللي بيجوع ويعطش ويتعب ويمرض الى اخره ويتالم، يقوموا بجسد روحاني. الجسد الروحاني ده يستطيع يطلع لفوق في السماء. طب الاحياء اللي على الارض، ما هو لما يجي المسيح هيكون في ناس اموات في القبور وناس احياء. الاموات اللي في القبور هيقوموا بجسد روحاني. طب والاحياء اللي على الارض؟ بيقول لا نرقد كلنا لكن كلنا نتغير. الاحياء اللي على الارض يتغيروا في لحظة في طرفة عين الى الجسد الروحاني، ولما يبقى ليهم جسد روحاني يمكن انهم يقابلوا المسيح على السحاب. شوفوا بقى في كورنثوس في تسالونيك الاولى 4 بيقول: الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء، والاموات في المسيح سيقومون اولا. الاموات في المسيح سيقومون اولا، ثم نحن الاحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقاة الرب في الهواء، وهكذا نكون كل حين مع الرب. يبقى فين ضيقة عظمى بقى؟ ما خلاص الاختطاف ده في اليوم الاخير في المجيء الثاني في القيامة العامة، نتغير الى اجساد روحانية ونخطف مع الرب في الهواء. دي حكاية الاختطاف. يعني نشوف بقى الاسئلة، ده الاختطاف ام الضيق؟
واحد بيقول قال السيد المسيح عن ملائكة الأطفال: إن ملائكتهم في السماوات كل حين ينظرون وجه أبي الذي في السماوات. والسؤال: هل الملائكة ترى الله كما هو، وما حدود رؤية الملائكة لله؟ أرجو إن أنا أطلع لكم نبذة عن الملائكة. أنا طلعت لكم نبذة عن السواح، النبذة رقم 3. نطلع لكم نبذة تانية عن الملائكة. في ملائكة طبعا واقفين أمام الله ويرون الله ويتلقوا أوامره، لكن برضو الملائكة درجات. الملائكة درجات، مش كل الملائكة درجة واحدة. والملائكة أرواح، يعني احنا بالجسد ده ما بنقدرش نشوف ربنا لان لينا جسد مادي. فربنا لما يحب ان احنا نشوفه بيظهر لنا في هيئة مادية، في جسد نشوفه، احيانا في هيئة ملاك، احيانا في هيئة انسان، زي ما ظهر لابراهيم اب الاباء، زي ما ظهر ليعقوب الى اخره. لكن الملائكة ارواح، بصفة انهم ارواح يستطيعوا انهم يشوفوا ربنا، لان دي ارواح مش جسد اجساد مادية. وطبعا تمتعهم برؤية الله على درجات بالنسبة للملائكة. ان شاء الله نبقى نطلع لكم نبذة عن الملائكة، يبقى فيها كلام تستفيدوا منه. واحد بيقول في معجزة شفاء المجنون في كورة الجبريين: لماذا طلبت الشياطين الدخول في قطيع الخنازير، ولماذا أذن له شياطين؟ انت عايز تسألني عن حكمة الشيطان؟ هم غالبا طلبوا انهم يدخلوا في قطيع الشياطين، في قطيع الخنازير، إيذاء لأصحاب الخنازير من جهة، وبقاء لهم من جهة، بقاء ليه للشياطين يعني، لأن هم كانوا خايفين للرب يهلكهم يفنيهم، فقالوا نخش في الخنازير أحسن، أفضل للعقوبتين يعني. ولأن الخنازير هي الحاجة الوحيدة اللي كانت قصادهم في ذلك الوقت، وإيذاء لأصحاب الشياطين. واحد بيقول لماذا اتخذت المسيحية الصليب شعارا لها، وهل قبل المسيح كان الصليب شعار للمسيحية؟ السؤال غلط الأخير ده. هل قبل المسيح كان الصليب شعار للمسيحية؟ طب ما قبل المسيح ما كانش فيه مسيحية، يبقى ازاي هل قبل المسيح كان الصليب شعار للمسيحية؟ ما كانش فيه مسيحية. الصليب لأن هو يمثل الفداء والخلاص، ويمثل محبة الله لنا. فلولا الصليب ما كانش فيه خلاص، ما كانش فيه فداء، ما كانش فيه غفران للخطية. محبة الله ظهرت لنا على الصليب، هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه إلى آخره. بيقول ما معنى كلمة بطريرك، وما أصلها اللغوي، ولماذا يسمى البطريرك بابا الإسكندرية مع وجود كرسيه في القاهرة، ولماذا اختار قداستكم رقب الثالث والمية وسبعتاشر في قولنا البابا شنود الثالث البابا 117؟ كلمة بطريرك
يعني رئيس الآباء. باتر باليوناني يعني أب، باتري يعني آباء، أرشي يعني رئيس، باتريارشيس يعني رئيس الآباء. دي أصلها اللغة. ولماذا يسمى البطريرك بابا الإسكندرية مع وجود كرسيه في القاهرة؟ هو في الحقيقة الكنيسة القبطية كانت تسمى كنيسة الإسكندرية، اسمها التاريخي كنيسة الإسكندرية، وبقي الآباء البطاركة في الإسكندرية إلى أن بنيت القاهرة في القرن العاشر. والإسكندرية أقدم من القاهرة 13 قرن من الزمان. الإسكندرية أنشئت في أيام إسكندر الأكبر، وده كان في سنة 323 قبل الميلاد، يعني 3 قرون قبل الميلاد، وبعد 10 قرون أنشئت القاهرة. ففضل الكرسي باسم كرسي الإسكندرية، والكنيسة القبطية باسم كنيسة الإسكندرية طوال التاريخ. والبابا أصبح اسمه بابا الإسكندرية، لأن ما كانش فيه قاهرة في ذلك الحين. فضل الاسم التاريخي ده وما غيرناهوش. لكن ضمت إليه القاهرة. هكمل. لماذا اختار قداستكم رقم الثالث؟ أنا ما اخترتوش. هو في 2 قبل كده باباوات كان اسمهم البابا شنودة. البابا شنودة الأول البطريرك رقم 55، والبابا شنودة الثاني البطريرك 65. فلما يجي واحد بنفس الاسم هيبقى الثالث، يعني هو ما بيختارش، التاريخ كده. بالمناسبة دي عايز اقول ان البابا شنودة الثاني رقم 65 هو يعني اخر واحد عاش حياته كلها في الإسكندرية. بدأ الكرسي ينتقل إلى القاهرة في عهد البابا خريستوزولوس البابا 66، يعني بعد 65 ده. لأن ما كانش معقول أن يبقى البابا في حتة والحكومة في حتة ويبقوا منفصلين عن بعض يعني. لماذا اختار رقم الثالث 117؟ انا ما اخترتش برضو 117، اللي قبل مني كان 116 وانا بالطبيعي بقيت 117. هو فاكر ان كل واحد يجي يختار له رقم على كيفه. واحد بيقول قرأت عن الأنبا شنودة إنه رئيس المتوحدين، فهل المتوحدين لهم رئيس؟ وما فائدة رئيس المتوحدين إن كانوا لا يعيشون مع أحد؟ هو في الحقيقة كلمة راهب يعني متوحد، كلمة راهب يعني متوحد. هو اسم الأنبا شنودة الأرش من دريت، يعني رئيس المتوحدين يعني رئيس الرهبان، ما كانش مقصود بيها متوحدين يعني عايشين لوحدهم، كان كلمة راهب يعني متوحد، كل راهب يعني متوحد. بتيجي من بالفرنساوي موان، موان يعني واحد، ومونك جاي من واحد برضه، والدير موناستري يعني مكان اللي بيعيشوا فيه المتوحدين دول. أما السواح اللي كانوا بيعيشوا لوحديهم والمتوحدين اللي كانوا بيعيشوا في المغارات لوحديهم،
اللي كانوا بيعيشوا في المغارات لوحدهم يسموهم هيرميتس، والسواح يسموهم اناكورايتس، لكن الرهبان هم متوحدين. فكلمة رئيس المتوحدين يعني رئيس الرهبان، كلمة رئيس المتوحدين يعني رئيس الرهبان. وهو كان رئيس مجموعة كبيرة من الرهبان بالآلاف كانت تعيش في ديره في سوهاج، في برية سوهاج اللي بنعمر فيه دلوقتي بمعونة ربنا. و وكان اسمه الدير الأبيض. تصوروا الدير الأبيض ده كان دير كبير، كان الأنبا شنودة رئيس المتوحدين مشهور بالوعظ والتعليم، وكان بيجتمعوا عنده في الدير في يوم الحد حوالي يمكن 10,000 يستمعون إلى عظاته أسبوعيا، فكان مشهور بكده. وليه كتب كثيرة، يعتبر في اللغة القبطية أنه زعيم الأدب القبطي، لأنه كان يكتب أو يعظ بالقبطية غير الآباء الذين كانوا يعظون ويتكلمون باليونانية. ديره كان كبير جدا، الدير الحالي اللي بيزوروه الناس كان هو يدوبك الهيكل بتاع الدير القديم، والهيكل بتاع الدير الحالي كان هو الشرقية بتاعة الهيكل بتاع الدير القديم. كان دير كبير جدا. فكلمة رئيس متوحدين يقصد بها رئيس رهبان، رئيس رهبان. أرجو من قدستكم إعادة طبع كتاب الكهنوت وكتاب شريعة الزوجة الواحدة. هو خلص الفضاء إن شاء الله هنعيد طبع، نعيد لكم طبع كتاب الكهنوت، وهنطلع الجزء الثاني من كتاب الكهنوت الخاص بالرعاية. أنا ألقيت محاضرات كثيرة عن الرعاية، يعني عن عمل الكهنوت، وخصوصا في معهد الرعاية جمعهم لي أبونا أشعية مخيل في كتاب المحاضرات حوالي 360 صفحة أو حاجة زي كده، مش عارف دول لما نوضحهم هيبقوا ايه. طبعا يتنقحوا ويتوضبوا ويبقى الجزء الثاني للكهنوت شريعة الزوجة الواحدة. ممكن نعيد طبعها بس مش عارف يعني هل هنلاقي حد يشتريها ولا. انا فاكر مرة زمان لما كنت اعدت طبع الكتاب ده شريعة الزوجة الواحدة، كان في قضية عن هل المسيحية فيها تعدد زوجات ولا لا. وبعدين اتطبعت يمكن حوالي 3 مرات في بحر شهر، كان يخلص الكتاب ونعيد طبعه، يخلص ونعيد طبعه. فزارني احد احبائي من المستشارين غير المسيحيين، فاهديته الكتاب، فقال لي ده بتاع ايه؟ قلت له علشان الواحد ما يتجوزش اكتر من واحدة. قال لي احنا قادرين على الواحدة لما نتجوز اكتر من واحدة. فيعني الحمد لله هي الحكاية جاية طبيعي. بيقول هل السيد المسيح ارسل تلاميذه 2-2 للتبشير قبل الصلب ام بعد الصلب؟ قبل الصلب طبعا، موجودة دي في لوقا 10،
بيقول له وإن كان قبل الصلب فكيف بشروا بالمسيح؟ هما بيبشروا الناس بالحياة المقدسة، بالتوبة، بالعمل الروحي، لكن طبعا بالفداء والخلاص ما كانش حصل ده ساعتها. واحد بيقول نحن خريج مراكز تدريب أسقفية خدمات لم نستلم شهادات التخرج منذ رسامة الأنبا السرابي من أسقفنا على لوس أنجلوس. نشوف لكم الحكاية دي إن شاء الله. جايين بدري كده ليه؟ أهلا وسهلا. بتقول تقدم لخطبتي شخص وأنا لا أحبه وغير مقتنع به، في حين أنني أنتظر شخص آخر أرتاح له وأحبه وأحس منه أنه يبادلني هذا الحب، مع العلم بأنه يعرف أن تقدم لي هذا الشخص ومع ذلك لم يفعل شيء. سؤالك هما موضوعين ممكن ينفصلوا عن بعض تماما. من جهة ان جالك واحد ما بتحبهوش وغير مقتنع به، يبقى ترفضيه، ما تقدريش تعيشي طول عمرك مع شخص ما بتحبهوش. مش ممكن يا بنتي تعيشي طول عمرك مع شخص ما تحبهوش وغير مقتنع به وعقلك في واحد تاني، الكلام ده مش معقول. فيبقى اللي تقدم لخطبتك ده وانت ما بتحبهوش ارفضيه ونخلص منه. تيجي حكاية الشخص التاني بقى اللي انت بترتاحي له وهو ما تقدمش ليك، دي تسيبيها لوقتها، لان جايز برضو ما تعرفيش ظروفه، جايز ظروفه دلوقتي غير مؤهلة، فانتظري وممكن تكلميه بصراحة. هل الحب اللي بينكم ده يؤدي الى زواج ولا مجرد تسلية وقضاء وقت؟ يعني لازم تكوني صريحة معاه في الموضوع. واحد بيقول ماذا فعل الطفل الصغير من خطايا حتى تغفر له في المعمودية؟ دي الخطية الجدية اللي ورثوها من آدم وحواء، يعني اللي بيقول عليها داود النبي بالخطايا ولدتني أمي، اللي هي بيها فسدت الطبيعة البشرية وأصبحت تعرف الخير والشر. واحد بيقول لماذا اعتمد السيد المسيح وهو بلا خطية؟ كان ينوب عن البشرية، يعني ليس من أجله كان العماد وإنما ينوب عن البشرية، كما أنه صام ولم يكن محتاجا إلى الصوم لكن ينوب عن البشرية. الأسئلة كثير وأعتقد نقف لحد كده عشان نقول المحاضرة. واحد بيقول لي آخر واحد نقوله، بيقول لي على القصيدة بتاعت غريبا عشت في الدنيا نزيلا مثل آبائي
غريبا في أساليبي وأفكاري وأهوائي. بيقول أريد أن أعرف من سيادتكم ما المقصود بالغربة، هي غربة العالم أم غربة النفس، وماذا يصنع الإنسان إذا كان غريبا عن نفسه. هي الغربة في العالم، وكلمة غريب وقصيدة غريب دي أخذت من كلام داود النبي، قال لربنا غريب أنا على الأرض فلا تخفي عني وصاياك، وبيقول غريب ونزيل مثل جميع آبائي. فالحياة في الأرض غربة يشتاق فيها الإنسان إلى الوطن السمائي اللي يعيش فيه مع الله. ولذلك قيل في عبرانيين إصحاح 11 اللي هو الفصل الخاص برجال الإيمان، قال إنهم لم ينالوا المواعيد لكنهم من بعيد لم ينالوا المواعيد لكنهم نظروها من بعيد وصدقوها وأقروا إنهم غرباء، غرباء على الأرض. يعني أنت عايش على الأرض غريب لأن وطنك الأصلي هو السماء التي ترجع إليها، لكن غريب عن نفسك لا طبعا. غريب عن نفسك تبقى نفسك في حتة وانت في حتة، ده مش معقول الكلام ده. نكتفي بهذه الأسئلة. ايه ده؟ أسئلة جابها لي دلوقتي؟ نروح بالسلامة إن شاء الله. سيبدأ عام دراسي جديد في معهد ديديموس للعرفاء. ومعهد ديديموس أنا اللي سميته باسم ديديموس، وأحب هذا الاسم لأنه يمثل قديس عظيم من قديس الكنيسة، هو القديس ديديموس الضرير. إن شاء الله هيبتدي سنة جديدة لإعداد مرتلين للكنيسة، وهو في 42 شارع الوجوه محطة خلوصي بالترع الولائية، وممكن تقدم الطلبات لكلية الإكليريكية هنا أو هناك في المعهد، وإن شاء الله نبتدي عام جديد لمعهد ديديموس. بسم الآب والاب والروح القدس الإله الواحد أمين. أنا كلمتكم قبل كده عن ثمر الروح اللي هو محبة وفرح وسلام وطول أناه ولطف وصلاح. يبقى فاضل بعد كده إيمان ووداعة وتعفف. نبتدي نتكلم النهاردة بمشيئة الله عن الإيمان باعتباره من ثمر الروح. الإيمان ورد أنه من ثمر الروح في غلاطية 5:23، وورد أنه من مواهب الروح القدس في كورنثوس الأولى إصحاح 12 فصل المواهب. لأن طبيعي أن الشخص الذي يحيا حسب الروح لابد أن هو يكون عنده الإيمان، مش ممكن إنسان روحي ما يكونش عنده إيمان. فالإيمان ده من ثمر الروح.
لكن في الحقيقة لازم نعرف ما معنى كلمة إيمان. هو بولس الرسول في عبرانيين 11:1 بيقول الإيمان هو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. احنا مش عايزين نخش في المعنى اللفظي. الإيمان ده إما يكون إيمان سطحي نظري، إما يكون إيمان حقيقي وعملي. الإيمان السطحي النظري زي إيمان الشياطين، ما تزعلوش من كلمة إيمان الشياطين دي وتفتكروها بدعة ولا هرطقة. في رسالة يعقوب الرسول إصحاح 2:19 بيقول أنت تؤمن بإله واحد، حسنا تفعل، والشياطين أيضا يؤمنون ويقشعرون. يعني الشياطين يؤمنوا أن في إله، ولكنهم يقاومون هذا الإله ويقفون ضده ويحاولون عرقلة ملكوته، لكن يؤمنوا أن في إله. المسألة مش مسألة إيمان مجرد نظر. اوعى تفتكر ان الايمان معناها انك انت تتلو قانون الايمان في الكنيسة وتقول بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماوات والأرض. وجايز واحد يقول الكلام ده وحياته غلط في غلط وماشي في الخطية وبيقف في الكنيسة يقول قانون الايمان. احنا مش عايزين هذا الايمان النظري. الإيمان النظري ما يوصلش لحاجة. نيجي لنقطة تانية، إن الإيمان ينقسم إلى نوعين، إيمان عقيدي وإيمان في الممارسات العملية في الحياة. الإيمان العقيدي إنك تؤمن بالله وصفاته وتؤمن بالكتاب المقدس وتؤمن بالثالوث القدوس وتؤمن بالفداء والخلاص، تؤمن بحاجات كتير. لكن المهم في الإيمان في حياتك العملية، في ممارساتك، في علاقاتك مع الله، في علاقاتك مع الناس، هنا يظهر الإيمان العملي. لأن الرسول يعقوب في إصحاح الثاني برضو بيقول إيمان بدون أعمال ميت. وبيقول إيه تاني؟ بيقول وأنا بأعمالي أريك إيماني. يعني عايز تشوف إيماني شوف أعمالي، وأعمالك تدل على إيمانك. ده الإيمان العملي. ما دام ايمان بدون اعمال ميت، اذا لابد ان نؤمن ايمانا حيا. والايمان الحي يكون ايمان مثمر ويكون ايمان عامل. بولس الرسول في غلاطيا 5:8 بيقول لا الختان ينفع بشيء ولا الغرلة تنفع بشيء، ولكن الإيمان العامل بالمحبة. اللي ينفعك في حياتك هو الإيمان العامل بالمحبة. وكلمة المحبة ليها منهج طويل عريض في كورنثوس الأولى 13. يبقى عايز تكون إيمان، يبقى إيمان عامل بالمحبة. بقول الكلام ده ليه؟ لأن في ناس ساعات يقول لك آمن فقط فتخلص. طب يا حبيبي آمن ده بدون عمل ولا يكون إيمان عامل؟ أنا عايز أوريكم إن شاء الله في هذه المحاضرة النهاردة إن كلمة إيمان
كلمة كبيرة جدا تشمل الحياة كلها. كلمة إيمان كلمة كبيرة جدا تشمل الحياة كلها. أضرب لكم شوية أمثلة. أنت تؤمن بأن الله موجود في كل مكان وشايف كل واحد وبيسمع كل واحد وضابط الكل. إن كنت تؤمن فعلا أن ربنا موجود وقدامك وشايفك تستحي أن تخطئ. مش ممكن. ده أنت لما بتشوف واحد من بتوع ربنا ماشي ما تقدرش تخطئ قصاده، تبكسر. لكن كون انك بتخطي معناها انك انت مش مؤمن فعلا بان ربنا واقف قصادك وشايفك. فخطية الانسان تدل على انه غير مؤمن ايمان حقيقي. ولو مؤمن ان ربنا يحاسب على كل خطية ما تقدرش تخطي. ولو مؤمن ان ربنا بيقرأ افكارك ما تقدرش تفكر فكر وحش. فالإيمان بيشمل الحياة. لو أنت مؤمن أن الله بيحفظك ويرعاك لا يمكن تخاف. ليه بقى؟ لأن المزمور بيقول تأملت فرأيت الرب أمامي في كل حين لأنه عن يميني فلا أتزعزع. فلو أنت مؤمن أن ربنا عن يمينك لا يمكن تتزعزع، لا يمكن تخاف. داود بيقول إن سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا. ليه؟ لأنك أنت معي. فلو أنت مؤمن أن ربنا معك لا يمكن تخاف. الخوف يدل على ضعف إيمان أو على عدم إيمان، لأن المؤمن لا يخاف أبدا. المؤمن لا يخاف أبدا، هو بس كلمة آمن يعني يقول بالحقيقة نؤمن؟ لا، إيمان في حياته. المؤمن لا يخاف لأن المزمور بيقول إن يحاربني جيش فلن يخاف قلبي وإن قام علي قتال ففي ذلك أنا مطمئن. يبقى خوفك يدل على ضعف إيمانك. مش كلمة إيمان نقولها بدون ما نعرف معناها. ولذلك بطرس الرسول وهو ماشي مع المسيح على المية لما بص لقى الريح والموج خاف وابتدى يطب في المية وقال له الحقني يا رب الحقني، فمسكه وقال له يا قليل الإيمان لماذا شككت. إذا خوفه يدل على قلة إيمانه. إحنا لما نكون مؤمنين بالحقيقة وإيماننا قوي لا يمكن أبدا نخاف. ما دام أنت شاعر بأن ربنا معاك، ما دام أنت مؤمن بكلمته ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر، تخاف ليه؟ خوفك يدل على ضعف إيمانك أو على قلة إيمانك. شوفوا لما هاجم الأعداء على المدينة جحزي تلميذ إليشع خاف، ما عندوش إيمان أن ربنا هيحافظ على المدينة. إليشع لأن عنده إيمان، بإيمانه رأى جند الرب محيطة بالمدينة فقال يا رب افتح عيني الغلام ليرى ان الذين معنا اكثر من الذين علينا. افتح عينيه يعني ايه؟ يعني اديله البصيرة الايمانية التي يرى بها معونتك الالهية. اديله البصيرة الايمانية التي يرى بها معونتك الالهية. لكن واحد يخاف يبقى لا يشعر ولا يؤمن بقوة الله الموجودة معاه. لا دانيال خاف من جب الأسود ولا الثلاث فتية خافوا من أتون النار. في إيمان موجود
يمنع الخوف. الشخص اللي يشعر بضعفه ما يكونش مؤمن بالحقيقة. الشخص اللي ييأس ما يكونش مؤمن بالحقيقة. احنا عايزين الايمان الحقيقي. عارفين الايمان الحقيقي بيقول ايه؟ في مرقس اصحاح 9 واصحاح 10 بيقول كلمة عجيبة جدا مذهلة. بيقول ايه؟ كل شيء مستطاع للمؤمن. كل شيء مستطاع للمؤمن. طب انا اقول لي الله يستطيع كل شيء، معلش الله يستطيع كل شيء، لكن المؤمن يستطيع كل شيء؟ بيقول لك كده، كل شيء مستطاع للمؤمن. عشان كده بولس الرسول بيقول استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. شعورك بالضعف يدل على قلة ايمانك. اولاد الله اللي عندهم ايمان بيكونوا اقوياء جبابرة، شاعر ان قوة ربنا موجودة معاه فلا يخاف ولا يضطرب ولا ييأس. ناس جبارين. تخاف يبقى ما عندكش ايمان. تقول لي ده انا بقول قانون الايمان. اقول لك بتقول قانون الايمان وما عندكش ايمان. لو كان عندك ايمان ما تخافش. امال ربنا بيعمل ايه؟ ما بيشتغل. لو انت مؤمن حقيقي اذا وقفت تصلي تبقى صلاتك بها ايمان. في فرق بين الصلاة اللي فيها ايمان والصلاة اللي من غير ايمان. ده داود النبي كان يصلي يقول الطلبة في الاول وفي اخرها يقول الشكر، في اخرها يقول الشكر. يقول يا رب لماذا كثر الذين يحزنونني كثيرون قاموا الي، قاموا علي كثيرون يقولون. ده ايه؟ ده في الاول. وبعدين في الاخر يقول ابعدوا عني يا جميع فاعل اسم، لان الرب قد سمع صوت صلاتي. وهكذا في المزمور السادس، الرب قد سمع صوت صلاتي، الرب سمع صوت تضرعي، الرب لصلاتي قبل، فليغزى وليضطرب جدا جميع اعدائي. الله، ده مش اول الكلام غيره. ليه بقى؟ دخل الايمان. في الاول بيقول الطلبة، وبعدين بالايمان يشعر ان الطلبة استجيبت، ويقول في المزمور الرب سمع صوت صلاتي، الرب سمع صوت بكائي، الرب لصلاتي قبل. عرفت منين؟ بالايمان. الايمان، الايمان ده رخر درجات، درجات، مش كل ايمان زي بعض. في ايمان المبتدئ، وفي ناس يقول لك تقووا في الايمان وانموا في الايمان، لغاية لما بيقول ايه؟ ان كان انسان له كل الايمان حتى ينقل الجبال. اهو ده الكلام. في ايمان ينقل الجبال، وفي ايمان مفيش، لسه ضعيف. الايمان الضعيف ده زي اللي بيقول له اؤمن يا رب اعن ضعف ايماني، اؤمن يا رب اعن ضعف ايماني. لان الايمان ده درجات. اللي بيصلي وعنده ايمان مش ممكن يصلي بسرحان، لانه مؤمن انه بيكلم ربنا. يكلم ربنا قوم يسيبه ويسرح في حاجه تاني، ده يبقى ايمانه ضعيف. اللي عنده ايمان انه بيصلي واقف قصاد ربنا ما يقفش متخاذل ورجليه بترتعش وسرحان ومش باحترام ولا بخشوع. اللي عنده ايمان اذا صلى يصلي بخشوع، ده واقف قصاد ربنا. اللي عنده ايمان لا يمكن يتكبر، لان مين قصاد ربنا يتكبر ولا يتعظم؟ ده يقول لك انا، ده انا قصادك يا رب شويه تراب ورمان. فاللي بيتكبر
ما عندوش ايمان. صدقوني رأيت في زياراتي لبعض الكنائس الغربية عجبا، ناس يقعدوا في الكنيسة وحاطين رجل على رجل. ايه ده؟ انت قاعد فين اخ؟ مش في كنيسة؟ مش بيت ربنا؟ ولا هو هنا؟ او الناس اللي بيصلوا هم قاعدين يقول لك نصلي، تقعد وانت واقف قصاد ربنا؟ ده كلام ايه ده؟ فين الايمان بان ربنا ده ملك الملوك ورب الارباب؟ تقدر انت واحد في العالم من الرؤساء تكلمه بهذا الاسلوب؟ يبقى لسه مش مؤمن. اللي عنده كبرياء مش مؤمن بالحقيقة، واللي ما عندوش خشوع في الصلاة وفي الكنيسة مش مؤمن بالحقيقة. الإنسان اللي عنده إيمان عنده سلام قلبي. في آية كويسة في رمية 5:1، رمية 5:1 بيقول إيه؟ بيقول فإذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله. انت يكون ليك سلام داخلي لما تشعر بانك اصطلحت مع ربنا وان ربنا غفر ليك. انت تشعر بسلام داخلي لما تؤمن انك انت في رعاية اله قادر على كل شيء وانه هو معك. واذا كان ليك هذا السلام الداخلي يكون ليك فرح بربنا. الايمان له صفة اخرى علشان يكون ايمان مظبوط، يكون ايمان ثابت لا يتزعزع. إذن يا إخوتي الأحباء كونوا راسخين غير متزعزعين، مكثرين في عمل الرب كل حين، عالمين أن تعبكم ليس باطلا في الرب. إيمان يكون راسخ، مش يؤمن شوية ويهتز شوية تانية، زي اللي حصل مع بطرس في وقت كان مؤمن ومشي مع المسيح على المية، وفي وقت ضعف وطب. الإيمان المتزعزع ده ما ينفعش. لازم تؤمن بعمل الله معاك، وتؤمن بعمل الله في الكنيسة، وتؤمن بيد الله في الأحداث، عشان كده يكون عندك سلام داخلي. وإن قام علي جيش ففي ذلك أنا مطمئن. تؤمن إن الله ضابط الكل، دي حقائق الإيمان. مش يقول لك آمن فقط، آمن فقط يعني تؤمن بربنا وبس، ده أنت لازم تؤمن بكل صفة من صفات الله وعلاقتها بيك وعلاقتها بالناس وعلاقتها بالكنيسة، وتدخل في تفاصيل التفاصيل. مثال لكده مثلا بيقول انا هو الطريق والحق والحياة. ان كنت تؤمن ان الله هو الحق يبقى تؤمن بالحق، وان كنت تؤمن بالحق يبقى تبعد عن الباطل، وان كنت تؤمن بالحق يبقى لا تدافع عن الباطل، وان كنت تؤمن بالحق لا تكذب. طب ما هو ده الايمان. ربنا ليس مجرد فكرة ولا فلسفة، ربنا قوة جبارة
إن آمنت بهذه القوة تعيش قويا، لأن مدام ربنا يحل فيك تبقى القوة بتحل فيك. أنت تؤمن، هل تؤمن بالروح القدس؟ هل تؤمن بأنك أنت هيكل للروح القدس والروح القدس بيسكن فيك؟ إن كنت تؤمن أنك أنت هيكل للروح القدس والروح القدس يسكن فيك، لا يمكن أن تدنس هذا الهيكل، لأنه هيكل الله هو. إذن الشخص اللي بيدنس جسده ما عندوش إيمان مظبوط بأنه هيكل لله والروح القدس يحل فيه. لو كنت تؤمن أن الله هو النور الحقيقي، يبقى لا تسلك في الظلمة ولا تعمل أعمال الظلمة، لأن بالشكل ده ما يكونش عندك إيمان. إن كنت تؤمن بالأبدية، فيبقى لابد أن تعد نفسك لهذه الأبدية. إن كنت تؤمن بالأبدية تؤمن بفناء العالم، ويبقى لا تحب العالم ولا شيء مما في العالم. وإن كنت تؤمن بهذا تؤمن بقول الكتاب محبة العالم عداوة لله، في يعقوب 4:4 محبة العالم عداوة لله. يبقى كلمة إيمان مش مجرد لفظ كده، مش مجرد لفظ، ده يشمل الحياة كلها، يشمل العقيدة ويشمل الروحيات ويشمل صفات الله ويشمل علاقتك بالله وعلاقة الله معاك، يشمل كل حاجة. ولذلك في كلمة عجيبة ياريت تحفظوها، في كورنثوس الثانية إصحاح 13 آية 5 بيقول إيه بولس الرسول؟ بيقول امتحنوا أنفسكم، هل أنتم في الإيمان؟ اختبروا أنفسكم، اختبر نفسك هل أنت في الإيمان. هو بولس الرسول كان بيبعت لكورنثوس، أهل كورنثوس ما كانوش مؤمنين، مؤمنين قوي، لكن بيقول لهم اختبروا أنفسكم هل أنتم في الإيمان، امتحنوا أنفسكم. سهل جدا الواحد يقول أنا مؤمن ولكن أعماله لا تدل على إيمانه. الإنسان المؤمن لا يشك، لأن الشك ضد الإيمان. في واحد يقرأ ويلاقي آية صعبة يشك، يقرأ كتاب من الكتب اللي تشكك في الإيمان فيشك، يحصل مرض يشك، ضيقة يشك، صلى صلاة ولم يجد استجابة سريعة فيشك، لا يبقى إيمان ضعيف، لأن المؤمن لا يشك، المؤمن لا يشك. ولذلك فإن الإيمان ممكن أن يختبر بالضيقة، يعني ربنا جايز يختبرنا بالضيقة ويشوف ايه الايمان بتاعنا. ضيقة تعرض لها دانيال النبي، ان صدر امر ان من الملك، يعني ان اللي يصلي لاله غير الالهة الوثنية بتاعتهم يقتلوه، هديقة. عمل ايه دانيال؟
دانيال طلع فوق السطوح للعليه بتاعته اللي فوق السطوح، وفتح النوافذ التي تطل على اورشليم، وقعد يصلي قصاد كل الناس وهو فاتح الشبابيك. ليه؟ لانه لا يشك. طب والضيقه؟ ولا يهمنا ضيقه. وان قبضوا عليك ورموك في جب الاسود ولا يهمني برضه. ده ايمان بيختبر في الضيقه، مش بنت تروح تمتحن شافوا ان تخبي الصليب من جوه تحت الهدوم، بينما لسه ما بقتش ضيقه. الايمان القوي اللي لما يصلي يفتح نوافذ العليه ويصلي امام الناس كلها. الايمان الذي لا يخاف. طب ما بطرس تعرض للخوف ساعه صلب المسيح وقالوا له انت منهم لغتك تظهرك، قال لا ده مش منهم ابدا، ده ولا اعرف الراجل ده، وبدا يسب ويلعن يقول لا يعرف الرب. طب كتر خيرك، امال فين الشجاعه بتاعت زمان لو انكرك للجميع انا لا انكرك؟ ما هي دخلت الضيقة تختبر الإيمان. مش تقول لي الإيمان في قلبي، لا ما الإيمان اللي في قلبك لازم يطلع بره، أمال نختبره إزاي؟ الإيمان الذي لا يشك مطلقا. في راجل له يد يابسة، إيده يابسة ما بتتحركش، فالمسيح قال له مد إيدك. مد ايدي؟ وانا لو كنت اعرف امد ايدي كنت اجيلك، ما هي دي يابسه. طب انت تشفيني في الاول وانا امد ايدي؟ لا ما حصلش، هو ما حصلش كده. اول ما مد ايده، اول ما قال له مد ايدك راح مدد ايده طلعت سليمه. ليه؟ شعر ان كلمه الرب اللي بيقول له مد ايدك، كلمه مد ايدك معناها امر، امر صدر الى الانسجه والى الاعصاب والى الاورده والى الشرايين والى كله، فاصبح بالامر الايد بقت سليمه، فمدها ما بقت سليمه، بقت سليمه بكلمه مد ايدك. ده الايمان. الايمان اللي يختبر في الضيقه وفي الصعوبه، يعني في حاجات تبدو صعبه زي عبور البحر الاحمر. مين يحط رجله في البحر ده؟ مش سهل. على رأي واحد قال ان البحر الاحمر لم ينشق حينما ضربه موسى بعصاه، انما حينما رفعوا رجليهم ودخلوا في المي. بالايمان رفعوا رجليهم، ما دام العصايه اتخبطت يبقى خلاص البحر ما بقاش بحر، بقى طريق سهل منبسط. من احسن الامثله في حياتي اللي لاحظناها وجت في الجرايد عن الايمان، مش ضروري الايمان بالله، الايمان وبس، حكايه المنطقه اللي بيقولوا عليها في الجو انعدام الوزن، في حته اسمها انعدام وزن. انعدام وزن يعني ايه؟ يعني فوق زي تحت، فممكن الواحد يمشي فيها. انا اتخيل الطيار اللي خرج من سفينة الفضاء وراح خارج وفضل يمشي في الهواء. هوا هوا ده يوصلك على فين؟ ده انت تحتك هو الاف الكيلومترات، يعني لما ينزل معرفش ينزل على فين. ده ما ينزلش على الارض، ده يمكن انا عارف يروح فين، لكن لانه مؤمن، لانه مؤمن بالنظريه بتاعت انعدام الوزن راح خارج من الطياره ومشي في الهواء وجابوا له صور. مؤمن لانه مؤمن بمنطقه انعدام الوزن دي، راح خارج من الطياره ومشي في الهواء، لا تحته حاجه ولا فوقيه حاجه. ازاي ده؟ مؤمن، مؤمن بفكر، مؤمن بفكر. فالشخص المؤمن لا يشك
وممكن يعمل المستحيل لأنه مؤمن. مرة جدعون شك، ظهر له ملاك الرب وقال له السلام لك يا جبار البأس، الرب معك. قال له اخبرني يا سيدي كيف يكون الرب معنا وقد اصابتنا هذه البلايا؟ هو انت لازم ربنا يكون معاك يكون ما فيش بلايا؟ ده وسط البلايا يكون ربنا معاك برضه، وسط البلايا يكون ربنا معاك، زي ما كان مع التلات فتية وهم جوه النار جوه البلايا وماشي معاه. الإيمان بالله لا يقاس بالحواس، لا يقاس بالحواس، لكن الإيمان ده شيء في القلب من جوه، الحواس مش هي بتاعته. ممكن تكون في السب وربنا معاك زي ما كان مع دانيال ومع حسقيال في أرض السب. ممكن تكون منفي في جزيرة بطمس وربنا معاك وترى بابا مفتوحا في السماء وتشوف القوات السمائية. هو يعني يكون في السب أو في النفي معناها ربنا مش معاه؟ ربنا كان مع يوحنا وهو في جزيرة بطمس. لما تحيا في الإيمان تكون قويا، تكون قوي ولا تقوى عليك الشكوك ولا المتاعب. تؤمن بقول الرب ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. تؤمن بقوله إذا اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطهم. تؤمن بقوله لا أترككم يتامى. تؤمن بقوله نقشتكم على كفي. تؤمن بقوله لا يستطيع أن يخطف أحد من يد أبي شيئا. ده كلام للإنسان يؤمن به ويعيش باستمرار فرحان. لكن أقول لك أنا مؤمن، طب وريني إيمانك. نطلب من الرب أن يعطينا هذا الإيمان. أتفضل المصطفى.